طب هات رن على ابو انشي كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اهلا وسهلا بكم اصحابنا واعزائنا واصدقائنا وكل ما موجودين معانا. النهارده اقول لكم الاسعار. النهارده البط بصراحه اسعاره جميله جدا جدا، ما كنتش ناوي اعمل بس لما لقيت البط اسعاره حلوه كده قلت هعمل. بس الابيض ب7.5 جنيه، الابيض نزل برضو النهارده اول بقى 7.5 جنيه. بسم الله ما شاء الله فرخ 100% اول. هما طبعا ماسكين في سعر الابيض عشان لسه بينزل الوقت هيطلع في رمضان، انما طبعا الابيض هيبدا ينزل خالص في اول رمضان كده ب 10 ايام كده ولا حاجه. منورين ابو محمد المصري، ما انا عارف يا عم احنا اللي منورين. ال ال ما ابو انشي دي اتشي ولا انجي دي؟ اتشي او اتشي انجي انجي عامل الجي بالشين. ارد على الرقم الثاني انشي. انا عارف بقى، استنى اما نشوف البط يا جماعه. المشرك والمولر اول كاتب انجي انجي يا جماعه، عامل كاتب انجي بالشين انشي انجي بالشين. الله لازم ارضع. البط يا جماعه النهارده هو بسم الله ما شاء الله عامل 7.5 جنيه، عامل 7.5 جنيه. هنزل النهارده بعد ما كنت منزله ب 9 جنيه. لا البط النهارده اللي هو ب 9 جنيه ده اللي هو عمره 5 ايام هو الموجود جوه، انما البط ده هو ب 7.5 جنيه. بط نزل خالص يا جماعه بسعر الابيض، والله البط النهارده بسعر الابيض سبحان الله. البط النهارده مع ان عليه سحب والله، ما تعرفش في ايه. البط ب 7.5 جنيه، ب 7.5 جنيه مشرك ومولر، مشرك ومولر مسكوفي ما فيش، مشرك ومولر بتاعت الله وبركاته، مشرك ومولر. عسل مالي الحين افتح عليهم تهويه شويه وادي لهم جرعه كوليسترول يا حاج. افتح عليهم تهويه شويه بالحاج وشغل المرضك شويه ولا حاجه لو او افتح تهويه بس وخلاص. يبقى البط مشرك والمضر ب 7.5 جنيه، والفراخ ب 7.5 جنيه، والبلدي ب 2 جنيه اهو. بس الدنيا ضلمه هنا ولا ايه؟ البلد اهو على هنا شويه في النور يا زيد. البلد اهو يا جماعه ب 2 جنيه، والفيوم ب 2 جنيه. البلدي ب 2 جنيه والفيوم ب 2 جنيه ماشي. يبقى البلدي ب 2 والفيوم ب 2 والساسو ب 3.5 ب 2.5. بس الساسو تقريبا خلص، الساسو تقريبا خلص. ده بط مرجان 12 بطه مرجان لسه جايين لي حالا، بطه مرجان ترقيد اهالي 12 بطه، البطه ب 20 جنيه 12 بطه مرجان ترقيد اهالي، البطه ب 20 جنيه على البركة الله يبارك. طب انا عايز 50 واحد موجودين، موجود ان شاء الله يا جماعة موجود ماشي، 20 واحدة موجود. ال والبط البيور، البط البيور اهو عامل 8 9.5 جنيه، 9 جنيه البط البيور 9 جنيه ماشي. فراخ البلد اللي هي اللي عمره 25 يوم الفرخ ده ب 9 جنيه يا جماعة، ب 9 جنيه عمر شهر تقريبا ماشي. الروم النهارده خلص ان شاء الله هيجي بكره باذن الله. نقول لكم بقى الاسعار تاني. الابيض 7.5، بط مشرك ومولر 7.5،
بساسو 2.5، بس الساسو خلص لسه هنحاول نجيب ساسو 2.5، فيوم 2.5، بلد 2.5 ماشي، والفيوم 15 والروم 15 وبس كده. يلا نعم 10 ايه؟ طب ما هو هنا هنا. نعم ماشي.